أهلا وسهلا فيك دكتور زكريا مطر، المستشاري الاقتصادي وأستاذ جامعي سابق وأحد المؤثرين في الربيع العربي. أنا في الحقيقة الثورة السورية هي أحد مكونات الربيع العربي، والدروس اللي استفدناها منها ستظل معنا دائما إلى أن يتحقق الانتصار. وأنا في هذه المناسبة أحيي الشهداء وأحيي المطاردين وأحيي اللاجئين وأحيي كل المعتقلين وأحيي المرأة السورية المسجونة والمغتصبة والتي كانت في مقدمة الثوار. لن تموت الثورة السورية إلا أن يموت كل أعداء سوريا. طيب، هل مات الربيع العربي؟ لا تموت الثورات الشعبية، طالما كانت ثورة شعبية لا تموت إلا بآخر واحد فيها. قد تخبو، قد تهدأ، ولكنها لا تموت. وما دام السوريين بتاريخهم الطويل أباء أبطال لا يقبلون الذل، الموت ولا المذلة، واخد بالك؟ طبعا الشعار جنة جنة يا وطن عندما يغني عبد الباسط ساروت يفور الدم في عروقنا. ثورة سوريا ثورة خالدة، لكن تآمر عليها الكل، وللأسف كان التآمر الذي يدمي القلب هو تآمر الأخوة والأصدقاء، مع الأسف الشديد. يعني هذه تجربتنا دائما، ولكن إن شاء الله والله بالغ أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دكتور، تحكي لنا جنابك لو سمحت عن السوريين الآن، أو بالأحرى الثوار السوريين في سوريا، ما هو مصيرهم في القريب العاجل؟ في الحقيقة أنا كما ذكرت لن تموت الثورة، هي باقية في فكر ووجدان أبنائها. الطفل السوري والرجل السوري الحر، انسى العبيد، كل من جاءوا سوريا هؤلاء غزاة وهؤلاء دخلاء، إما قتل مستأجرون مثل الروس، والذي يدفع ثمن عدوانهم هم للأسف بعض الإخوة العرب، العرب الترامبيين أيتام إيفانكا وعبد الفتاح السيسي. هؤلاء، وأنا حسبت لك إذا حبيت، موجودين. الناحية التانية أنه الثورة السورية كان يمكن أن تحسم لو تم التعامل معها مثل أفغانستان. لقد رأيت الروس وهم ينسحبون من أفغانستان من نقطة مرمز، وهم ينسحبون في ذل أيام الاتحاد السوفيتي قبل سقوطه، هذه القوة العظمى، عندما المجاهدون الأفغان الذين كانوا يجاهدوا بسلاح بدائي عندما هزموهم. ولكن كانت الدول العربية جادة، لأنها كانت معركة أمريكا. أما سوريا فليست معركة أمريكا، سوريا ليست معركة أمريكا ولا معركة إسرائيل، ولذلك حدث ما حدث. لو أن الإخوة العرب عملوا كما حدث في أفغانستان سلاح نوعي مضاد للطائرات، عندما سلموا للمجاهدين الأفغان صواريخ ستينجر، انتهت المعركة. صحيح. أو صواريخ مضادة للدبابات من الجيل الأول الآن، يعني ليس التاو القديم اللي هم بيستخدموه أو حاجة، كان حسمت الثورة. من الذي قسم الثوار السوريين كما قال لي رياض حجاب أكثر من 40 أو 50 فصيل؟ صحيح، هذه كانت خطأ تاريخي. هوشي منا في فيتنام نجح لأنه وحد كل الفيتناميين تحت علم واحد وشعار واحد. فمن المسؤول؟ من الذي سلم حلب؟ كان عندهم سلاح يكفيهم. صحيح. ولكن المواليين لعرب ترامب وإيفانكا ولعبد الفتاح السيسي، وحتى لا أغالي، أنا أقول الآن من يدفع تكاليف الحرب؟ الروس اعترفوا أن احنا لم نخسر فلس في حرب سوريا. عبد الفتاح السيسي اشترى محطة الضبعة ثمنها 8 مليار دولار،
كما أخذتها تركيا وجنوب أفريقيا، خدها ب 25 مليار دولار غير الفوائد هتوصل 50. أعطى الروس 2 مليون متر مربع على ضفاف القناة، وأعطاهم قاعدة في الصحراء الغربية. عبد الفتاح السيسي بيعطي الروس فين المسترال؟ والله وزير دفاع أوكرانيا قال إن عبد الفتاح السيسي باعهم أو أعطاهم لروسيا بدولار. أنا لا أسمع عن المسترال الحقيقة، أين هي؟ اشتراها عبد الفتاح السيسي من دم الشعب المصري ليعطيها للروس أو غير ذلك؟ صفقات السلاح، كيف يمكن عبد الفتاح السيسي يشتري طائرات ميج 29 من الجيل الثاني، 50 طائرة وطائرات هليكوبتر الروس ليس عندهم تكنولوجيا، الروس ليس دولة يا أخي. إذا جينا نحلل روسيا، الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي 18 تريليون دولار، الصين 12 أو 13، روسيا حوالي أقل من 2 تريليون. هل رأيت موبايل روسي؟ لا. هل رأيت تلفزيون روسي؟ لا. هل رأيت سيارة روسية محترمة؟ لا. الروس أقوياء ببعض الأسلحة التي ورثوها من الاتحاد السوفيتي، وهم اعترفوا، بوتين قال جربنا 236 سلاح، بيجربوا السلاح بتاعهم ويقتلونا. فهو جاء يجرب، هذا هو مرتزق. روسيا دولة نامية معها بعض الأسلحة التي تورثتها. روسيا للأسف تصدر القمح والبترول والعاهرات، تلتين عاهرات العالم من روسيا، فهم لا يجيدوا إلا ذلك. هاتلي بقى صادرات روسيا التانية إيه؟ روسيا عندها أزمة اقتصادية والروبل ينهار، ومن الذي عمل من بوتين بطل؟ هذا رجل مخابرات، هذا مرتزق فاجابوند، أنا هذا دايما أقوله. وهم الذين رفعوا عدد الإسرائيليين، أنت وزير الدفاع الإسرائيلي ليبرمان، هذا الجرسون ما هو روسي، هم الذين زادوا عدد المهاجرين الروس، هم اللي رفعوا عدد إسرائيل. نقول لهم اسحبوا مواطنيكم من إسرائيل، اسحبوهم. هذه نقطة مهمة. الحاجة الثانية، نقول للعرب وعبد الفتاح السيسي، علي مملوك ينسق مع ضباط مصريين، من الذي نسق الانسحاب من حلب؟ والمصريين، السيساويين، المصريين شرفاء السيساويين. فاحنا بنقول انه الثورة السورية من طعنها هم العرب، والدليل على ذلك ان حرب داعش خصص لها 500 مليار دولار، حرب تحرير الكويت خلص 60 مليار، اين ذهب ال 500 مليار دولار؟ يدمروا بهم. وانا قلت في ندوات كثيرة، قلت بدل أن تجربوا فينا الأسلحة، وبدل أن تقتلونا وتدمروا بلادنا، الرقة ما يسمى التحالف 5000 غارة يدمرها ولم يكن فيها داعشي واحد، لماذا دمروها؟ الموصل دمروها. هم يدمروا بلادنا حتى يأتوا يعمروها، أو حتى لا نضغط مرة ثانية. فهم يدمروا بلادنا، قلتهم هاتولنا تكنولوجيا، هاتولنا آلات، هاتولنا مكن ننمي بها بلادنا، اجعلوا نظمنا ديمقراطية مدنية فيها حرية تعبير وسيادة قانون وعدالة توزيع وعدم تمييز، تضمنوا مصالحكم. أما تنصروا نظم شمولية، هذا مستبد، هذا رجل فئوي، ما يسمى ببشار، ما كل اللي ما حواليه مجموعة من الشبيحة. هو بشار في سوريا، هو السيسي، هو حفتر، هم هؤلاء المستبدين. ارفعوا أيديكم عن المستبدين، بعد مليون سنة سينتصر الشعوب، ومصالحكم تضمنها النظم الحرة وليست النظم الشمولية. أما بالنسبة لسوريا، أنت السؤال اللي سألته لي، وإحنا يعني ماذا يحدث في سوريا؟ أمريكا عندما تكلمنا في أحد الندوات في بداية الثورة السورية، وكنا مع واشنطن فيديو كونفرنس، وكانوا يناقشون الاستراتيجية الأمريكية في سوريا، أنا قلت لا توجد استراتيجية. استراتيجية أمريكا اسمها إسرائيلي فاكتور، العامل الإسرائيلي، تدمر سوريا ويأتي نظام منهار اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وثقافيا وأخلاقيا لا ينهض إلا بعد 100 سنة. من يدمره بقى؟ تدمر داعش، يدمر الروس، يدمر الإيراني، ينهى المهم تدمر سوريا كما دمر
العراق، وكما أنه الآن يدمر الشعب المصري في كوارث يضعنا فيها عبد الفتاح السيسي. فكان المطلوب تدمير سوريا. النقطة الثانية وجود إيران. الله، من الذي أدخل إيران؟ لو لم ترغب إسرائيل أو أمريكا في دخول حزب الله ما دخل، هو دخل تحت عينيها وتحت حمايتها. فدخل، لو كانوا يريدوا أن يمنعوا منعوا من الأول، وكان بيعمل مناورات ما شاء الله. حسن نصر الله كان بيتفسح في سوريا مناورات تحت حماية أمريكا. المطلوب الآن ليس تدمير إيران وليس نهائها، تحجيم إيران بحيث لا تكون خطر على إسرائيل وضمان أمن إسرائيل، وأن تبقى كهلال شيعي أمام التجمع السني، يضربوا في بعض إلى أن يدمروا بعض، ويجي الأمريكان ويجي الروس يعمروا بفلوسنا وإحنا ندفع مثل السذج والأغبياء. هذه هي الخطة الموجودة، ليس خلافها. ماذا يطالب الثوار السوريين؟ أنا كابن الربيع العربي، حكم مدني ديمقراطي، أنا ليبرالي، لا سلفي ولا أخواني ولا نصرة، أنا ليبرالي جح. مثل الأعلى مبادئ أمريكا وأوروبا الحرة، حكم مدني ديمقراطي، عدالة توزيع، حرية تعبير، سيادة قانون، عدم تمييز، أمن واستقرار، تداول سلطة. ده اللي عاوزينه، عاوزين نعيش زيكو، نعيش زي هذه النظم. لماذا تمنعوا عنا الحرية؟ لماذا تمنعوها؟ نريد الحرية، فإحنا نقاتل من أجل الحرية التي قاتلتم بها. لقد كنت في برلين ورأيت حائط برلين عندما هدم، اعتبروه رمز للحرية، وقد امتلأت بلادنا حوائط وكمائن. كيف تدعموا نظم مستبدة؟ هذه مرحلة نسميها ما بعد الديمقراطية، نظم ديمقراطية تؤيد وتدعم نظم استبدادية لمصالحها الخاصة، ولتموت المبادئ. فين مبادئ الحرية؟ فين ثورة فرنسا؟ فين ثورة أمريكا جورج واشنطن؟ هل ماتت هذه المبادئ؟ نحن طلاب حرية ومقاتلين من أجل الحرية، ونحن ننادي بالمقاومة السلمية التي تنص عليها كل القوانين والشرائع واللوائح الدولية. نحن لسنا دعاة حرب. من عسكر ثورة سوريا؟ بشار هو اللي كان بيوزع السلاح عايزها. من الذي أتى بإيران؟ صحيح. انسى كل هذه تمثيلية يعملوها. العرب هم الذين يدفعوا، زي ما كانوا أيام صدام حسين هم بيدفعوا الإيران وبيدفعوا صدام، الآن هم نفس الحكاية. لا تتصور أن هتقوم حرب يدمر فيها إيران. إيران تحجم بالقدر الذي لا يكون خطر على إسرائيل، وتبقى في مواجهة التجمع السني. طب منين تجي الفلوس؟ العرب اللي بيدفعوا يا هو ترامب قال إيه؟ قال في سوريا أنتوا تدفعوا تكاليفنا، يعني اطلع. فمن اللي بيدفع في سوريا تكاليف الأمريكان؟ الخليج. لا، أيتام إيفانكا، لأن الخليج فيه ناس يعني إحنا يعني نذكرهم بخير، إنما هم أيتام إيفانكا. أظنك عارف مين أيتام إيفانكا. بس فهم أيتام إيفانكا. هو ترامب ميسو لا يخفي شيء، هو واضح. جوبس جوبس جوبس، ادونا فلوس، هاتوا الفلوس، هنعمل، هنحلبكو. هو الرجل لا يخجل ويهينهم، ومع ذلك يموت عشقا في ترامب وإيفانكا. وإيفانكا، نحن طلاب حرية، طلاب عدل، وبالتالي قد يطول الوقت. متى؟ عندما تتخلص من الصهاينة العرب الذين بداخلك. هنا يمكن للشعوب أن تنهض. طالما في وسطنا الصهاينة العرب، انسى. كل من يحلم بأن الثورة السورية ستموت هو واهم واهم واهم. لن تموت الثورة السورية، وستبقى في داخلنا، وسيبقى عبد الباسط صاروت صوته يغني جنة جنة يا وطننا إلى أبد الآبدين. لن تموت الثورة، ستبقى في قلوبنا وفي عيوننا وفي عقولنا وفي عقول أولادنا وأولاد أولادنا إلى أن نتحرر. متشكرك دكتور زكريا مطر على هذا الحوار البسيط واللقاء القصير،
وتشرفنا بحضرتك وشكرا على المعلومات اللي عطيتنا اياها. ان شاء الله تتحرر سوريا وتتحرر الوطن العربي وبيرجع الامن والامان لكل العالم. ونتقابل نتقابل في بردة وفي النيل والذي يأتي يجلس على ضفاف النيل ويجلس على ضفاف بردة ويجلس على ضفاف دجلة والفرات إن شاء الله. هذا آتي ثقتي في الله قوية. وأقول للعتاة المستبدين إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً.